مرحبا. اش كديري؟ غادي نسخن الروي. السلام عليكم ان شاء الله الصحه لاباس عليكم، انتم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله كما كتشوفوا. اليوم جا عندنا محبوبه تفاجي عندنا الدار. نعم فرحانين جاوا يطلعوا على اختي نوال حيت خرجت مسكينه من السبيطار. الحمد لله خرجت بخير وعلى خير، ودابا راه الحمد لله بخير وعلى خير. وخليكم معنا، راه الملوي غتحرق لي. عاتبه معايا. على نوال. هي نوال، نوال اش كديري؟ نصت في هذا الفرماج. المريضه هي اللي كتوجد، هذه المريضه والممرضه. دابا الحمد لله شويه، دابا ماشي بحال الاول. بعدا راه ملي شربت الدواء صبعت التريتمون ديالها بعدا احسن من الاول. اللهم لك الحمد. صافي الحمد لله شويه. الحمد لله يا بابا. ومن ويدي الوفاء وانتوما نسخنوا سي السلام البغرير ديال الوالده مريضه صحتي. اه ايوا حنا تعلمنا الضيف ديالناك، نتسنى الضيف ديالنا ونتمنى يقبلوا علينا. حيت العائله راه ماشي ضيافنا، العائله راه دارهم. هذه دارهم ماشي ضيافنا. اي وقت مرحبا بهم. فيما كيف كيشوفوا المشاهدين راه عندنا فيها الاصلاحات وهذاك الشيء، باش ما خديناش كنا تما حيت صنعوا علينا اليوم. قلنا بغينا نجيو نطلعوا على نوال. كنقولوا لهم مرحبا بكم. راه دارهم هذه، راهم عائله، راه حنا عائله الحمد لله. والله يخلينا بعضياتنا. امين. تحيه اليوم. السلام عليكم بنياتي وليداتي اخواني اخواتي، تحيه لكم كاملين. والله يسهل اموركم، والله يعلي درجتكم، ومبروك عواشركم، والله يدخل عليكم رمضان بالصحيحه وطول العمر ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. واللي ماتوا الله يرحمهم، واللي باقيين حي الله يطول في عمرهم، والله يسهل امورهم. واللي تتمنى شي حاجه ربي ان شاء الله، وهاد العواشر والله تنطلبها من ربي ان شاء الله يحقق لكل وحده الامنيه ديالها يا ربي. وهاد العواشر وتحيه لكم كاملين. وهذا النهار جايين ان شاء الله انت وعمي، مرحبا بهم الف مرحبا، حيت سمعونا والعيانه. ايوا عرفتي راه دابا حنايا راه هنايا في الحاجب بالدار لتحت مراونه مقربلين مرونين. كما قلت لكم ذاك العمر دابا راه جاوا يسكنوا معايا، جاوا يستقروا معايا انا ووفاء، مع هاد السفلي ديالي انا ووفاء، جاوا يجلسوا معنا شويه هنايا بما تقدت الامور تما. بحال ضيفه عند شي حد انا. هنا ويلي هي ضيفه عند ولادك. جاتني بحال ضيفه عند شي حد برا. جاتني بحال راني ضيفه، والله الا نهار الاول جيت حشمانه بحال ضيفه. بارك الله فيك الوالده. الله يخليك. الله يخليك، الله يرضى عليك. الله يطولنا في عمرك. حيت دايرين هنايا تيجيو وجالسين هما معانا كتكون لا، تنقول لها راه الفرطمه ديالك بنتي، لا بغيتي تجلسي انت وراجلك وتاخذي تستقري بوحدك مع الدار اللي بعنا حدا فين كاينه وفاء النيت. كنت دايره لهنايا واخذه حريتها. ايوا دابا مشينا للعروبيه لهي، قالت لك لا نجلس معاكم اخالت، مابغاش تجي لهنا. قالت لي بغات تلم العائله واسرتها. بغات مع جدو وجداتو وديك لمات العائله زوينه. وهذه تيجيو لها غير مره مره فاش تيبغيوه هكا بوحدهم، ياخذوا راحتهم بجوج بهم، ولا السبت والحد، ولا تيجيو يدوزونا. ايوا السعاده حصلنا الروينه وجينا لهنايا. واش تجي تجدوا معايا بكرا؟ جينا كاملين. عرفتي واحد الروينه لهي والغبابر ما نقول لكمش المشاهدين، يخليها الله. اللي بغى يبني الصراحه يبني دويره من الاول كاع ما يصلح، وياكم تصلحوا. اللي عندك شي دويره اصلا تطيح اكثر من البنيه. لا حنا والله الا داك الشيء كافينا الحمد لله، ولكن تيجي شي ضيف ولا هكايا وانا عيني كبيره، تنبغي نفرح بالناس، تنبغي يلقاو راحتهم، يلقاو فين يعسوا، يلقاو فين داك الشيء. علاش والله الا على وجهنا زدنا، ماشي هما حنايا كافينا داك الشيء درناه. ايه والله يسهل عليكم. ودابا وصلوا الحباب ديالنا، دابا نمشي نسلموا عليهم صراحه. الله يلا يلا وصلوا باش نسلموا عليهم، راهم جايين بالخير نمشي نقولوا لهم بزاف. لاباس عليك؟ نهار كبير هذا. كلشي مزيان لاباس، كلشي هاني كلشي. سهل عليكم ما مني درت. اهلا 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 اهلا. السلام عليكم وليداتي بنياتي. ادخلي بعدا ادخلي. وحنا وصلنا عند ايوب ولدي، وهذه شحال ولدي ما جينا بالدار. الله يرضي عليك ابوي، والله يسهل عليكم، الله يرضي عليكم، وراكم عزاز وغاليين والله العظيم الا راكم عزاز. مرحبا مرحبا، ما شرفتونا هذا النهار هذا والله. الله يرضي عليك ولدي، داك الشيء اللي كاين ولدي والعواشر هذه، وبناتهم يتشاوب وتشوفوا الخير والرزق ان شاء الله. الله يرضي عليكم. السلام عليكم. الله يسهل. غادي ندخل ابوينو. يا سلام. شكرا. 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 شكرا
السلام عليكم المشاهدين، تنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس. واليوم احنا فرحانين جينا عند اختنا ونشوفوها حيت دازت عليها هاد المرضى وعلى سلامتها بزاف. وشكرا. السلام عليكم المشاهدين، البهجه تي في، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بيا عند خويا. مرحبا مرحبا اختي ايوب. السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين بألف خير. متتبعين ديال خي أيوب واختي وفاء، نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بألف خير. جينا نشوفوا اليوم اختي نوال، نتمنىوها تكون إن شاء الله يا رب الحب صحيحة. تحية للمشاهدين ديال قناة البهجة، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا النهار جينا نشوفوا العائلة، نطلوا لاختي نوال وإن شاء الله ما يكون عندها باس، إن شاء الله بخير وعلى خير. وتحية للمتتبعين ديالنا. السلام عليكم المشاهدين العزاز غاليين بزاف ديال قناة البهجة وديال كل واحد، راكم عزاز وغاليين في القلب. السلام عليكم، كي دايرين شوية لاباس أولدي؟ هاني شوية على خير. وكي دايرين هاني شوية القناة البهجة، الله يرضي عليكم والمشاهدين البهجة، الله يرضي عليكم ويحن عليكم والله يهون عليكم. عندي جوج كلمات، عندي جوج كلمات. تحية لقناة البهجة وجينا لدارنا الجوجة وكان محسن ديما تيهز السكر. داركم هذه محسن ديما كان ديما تيهز السكر مشى الحال وخلاني. خويا أيوب السلام عليكم، كي داير سي أيوب؟ تحية للجمهور ديال خويا أيوب، تحية ليه كبيرة وراه عزيز وراه معتز وغاليين. ونتمنى لخويا أيوب التوفيق إن شاء الله. الله يرجع لك صحيح. أهلا أهلا أهلا، كي داير المشاهدين ديالنا ديال سي أيوب ديال خويا البهجة؟ لاباس بارك الله فيك، مرحبا بنا عندكم، جبنا عليكم. مرحبا على الراس ولعلى الله بيعطيكم هذه. نظركم هذه مرحبا بك، تفضلوا مرحبا بكم. وفاء غادي تدخلوا تبقيت على بويا. انا ولدها انا تخرج عليها جاودي جاودي. قالت لها غتغلبك ناوال، بقات تهضر غادي تقول لها الحليبه ديالي ما ديري والو. قالت لها راك مريضه. الله يرحم لك وبعدها. انا جيت لهنايا شوف نيك على هذا الشيء وتعيت نمشي بحالي انا. شوف شي عزه قسموها في وسط النص باي باي ديالي. ايوا دوز الله يرضي عليك عيده وجاب. شوف عيده وجا ماما، عيده وجا ماما. شبان لك الحامل؟ تاتينا غدوز على وجهي. غتدوز على وجهي. صح انا لا دريسي يبتينا. لا تعال. حيت انا غنكون معي بايسارة، فهمتي؟ انا غنكون معي بايسارة نزيد العيد. وفاء بايسارة شبان لك؟ اشبان تيمشيو غير بالبيسارة. هيا 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 هيا. حنان بغيتي تروليها مع جبالة ولا؟ بغات تشريها مع جبالة. لا انا كضحك حتى تسالني كتلتني علينا. انا عندي جبانه عندي عندي حنان طارت لي فيها ورضه. لا غزاله يا ولدي ديال ورضه. ورضه عطاتها الورضه ديالها. شكرا اختي. شنو راك عزيزه؟ هاد النهار شرفنا اخويا حافظ اختي ابتسام، مرحبا بكم. شكرا بارك الله فيك ربي يخليك. شرف كبير، مرحبا بكم اخويا. مرحبا مرحبا بكم. بارك الله فيكم. انا راه اول مره غادي نعرفكم خطره جديده فاش شفتكم في الفيديو، مع ما عمرنا تلاقينا بكم ولا عرفناكم. لا انا الشرف. لا انا ما عمرني تلاقيت بهم. لا الشرف اول مره. لا 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 ما كاينينش في الدار لتحت مع الروينه والغبره وهذا ما جالسينش تما. لا ولدي حنا قابلين على الطرف ديال رجليكم كلشي راه حسن. الله يحفظك ويحفظك الله يكبر. تبارك الله كاين كلشي اشخاص. كاين بحال هاد الدار. نوال ملي كانت مريضه بغينا نشوفوها، الله يحفظها ربي يعفو عليها. ايوا داك الشيء اللي جمعنا وجينا باش نشوفوها. وفين غبتي لها الدريسي هذيك المره خليتينا الدجاج كاع ما دقناهش ليه فلان. عند مربوحه. خليتي الخليفه. فضحوك فضحوك يا لاله دريسي. راه كاين تما الدم وكاين كلشي وكاين هذا ما نعرف. الدجاج ما فيه دم، الدجاج فيه المذاق. إلا كاين شي مذاق مرحبا. الشباب ماشي ديال الدجاج. لا ولدي شوف دابا علمتينا واحد القضية خايبة لاله دريسي. دابا فيما كنمشي لشي مناسبة كانوا اللي يقارن الدجاج ديال دوك اللي يطيبوا مع الدجاج ديالك. لا يحوشكم أولدي لا يحوشكم. مشيت ملي كان عند محمد تا هو جاهم الناس ولا كشي باش مشيت عندهم وكنعاونهم شوية وصافي. وأنا ما كنتخلاش على قناة محبوبة، ما كنتخلاش عليها. مربوحة. مربوحة. قناة مربوحة ضياف اللي كانوا كنكون أنا حاضر.
ان شاء الله من لو البوك انا معاك مع قناه مربوحه ان شاء الله سيدي ربي ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك اختي الطنجاويه. الله يخليك اخي ايوب ووفاء والوالده ديالك ونوى نتمنى والله نوى ان شاء الله يا رب الحبيب ترتاح. لا دابا ارتحت دابا تبارك الله ما شاء الله غزي ولا وحدنا لا ارتحت تعمل شهيوات صافي غنبداو التحدي صافي انا التحدي شوف وشوف دابا الحكام شكون غيكون حكام اي حكام غادي يكون عمي عمي هو اللي يحكم بابا محمد عيش فيا عيش فيا الله يرضى عليك حسن دابا غادي عيش فيا شكون غادي يوجه هذيك الساعه تسعد الطريق وهذا دابا يسكن في هذيك هي كتقيم حنا كناكلو ما عرفتش انا اللي مارتن والله عادي بحال الدار قسما والله لا قال مش طيله الحق هذيك ما كتعرفش تقول لها البازوزه ولكن هي البازوزه تينا وايوب والحسن وحفصه وحسن داك الشيء بحال ديال العروسه والله الا دخلوا جوج الكوزينه وحنايا هما ان شاء الله انتما الحكام لا انتما اللي ديروا حنا ناكلوا ونحكموا انا اختي سامر بغيت نبدا ها هي الحيره هذا ناقص قولوا شنو كتعرف دير بعدا الشيء حافظ غمقوا عليك قول لهم شنو كتعرف دير؟ اه كلشي كنعرفو خويا والله قول لهم كنعرف ناكل كلشي انت سفرت على برا هذا دارك والله ما شاء الله فاش كنا عنده في الناظر هو كيعطينا افكار والله رقاصه تبارك الله عليك تزوجنا دخلنا شويه خويا حافظ دابا مو حتى طيبو الراجل اللي طيب بغيت شي حاجه تبسط اخي ايوب تكون بنينه على ديال العيالات واخا يلبسوا هما واخا يلقيو واخا يديروا اللي بغاو يديروا اصلا مولفين الراجل ما كيطيبش مولفين الراجل ما كيطيبش اللي طيب اي شي حلو كان حاجه مسكين تيطيبنا غد واز عادي بباطا وشبانه مع اللحم والله ما تشبع منه بلاتي غنوقفوا هاد النقطه بلاتي غنوقفوا هاد النقطه شنو قلتي كيجي بنين على من؟ على العيالات رشيده من اليوم عندي داك دبرتي عليها حاجه مباشره والله لا عقوبه عقوبه الحسن اسمعي دبرتي على راسك بالله فاش يطيبوا الدراري لحسن من البنات انت غادي مع الدراري غادي مع العيالات والله الا فاش يطيبوا الحسن ولا خويا الحسن ولا خويا ياسر الا حسن منهم والله ما تنساش العيالات ام حليمه وما طيبتوش وما خليتوش وما خليتوش ما تخليش برافو عليك حنان برافو عليك برافو عليك غير مشجع والله الا تشوف غير حنان تدافع عليها تنقول انا غير تعاون راه عطيهم واقفين مجردين واش ما تشوفوش هادو هيدا هادو راه ملي كيتحطوا الطبسيل والله حتى انا في الكاميرا خفيفه وعساوه وجلاله وحيدو الطبسيل اللي كيجي الاخراني شي كتجبر الاولاني باردي دو العام الاولاني ما تلحقش علاش كنضرب فيهم ولبات بداتي تنحط بداتي تنحط شنو تنقصك الصباره البوليس صح هذا لا تاخذ لنا لا 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 ل
الله الله خلاو بلاصتهم هذا النهار هذا والله العظيم ايوب بالله قسم يا سي شحال ما تشاوكت انا وياك انا ديك الحقه تيتي ها دابا المريضه كتهضر معكم السلام عليكم انا دجان الناس اللي كيسولوا فيا شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم شكرا لكم جميعا على هذا المشروع الذي يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك الله يخليك يا نار كبير هذا للعائلة كينا معنا ومرحبا بخويا الحسن الله يكبر بك الله يجعل كل شيء مبارك مسعود واش مازال اخويا ما شكون قريب ان شاء الله الصيف الله يهزينا غير هو هذا ان شاء الله يا ربي طبعا الله الخير قلنا للمشاهدين ديال بهجه تي في باش يعرفوا المتتبعين المشاهدين باش غادي تعمل ان شاء الله لا قرر على الادريسيه لا قرر غادي يعملوا عندنا في طنجه ان شاء الله في موفي بيك طنجه 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 وحنان ضربات عليك طنجة ويا وقيتي اش كدير لك بدابا ايوب طنجة العليا طنجة العليا والو خويا ما كاين لا طنجة لا طنجة ولا طنجة العرس غيكون هنايا وفي بلاد الشلوح وسبع ايام غنديروا العرس غتخاطر ما كانوا في طنجة واخا غتعملوا هنايا غنعملوا في طنجة سبع ايام كيمشي لها حنان الصوت عاوتاني حنان لما مشى لها الصوت ما كيوقفش العرس سبع ايام وحنا العرس ما كاينش واش غادي ديروا لنا انا هذا الشيء هذا خليهم يتدابزوا حتى هي وانا غتخرج العروسة ما غيلقاوهاش كاع بيناتهم دابا غير سكت في الغد ديالنا العرس شوف طنجه ما بقيتيش غير في طنجه ولا شافوا المتتبعين انتم غنعاودوا واش مشار مع الثلج شوف بالي تلا حلال تما كبروا وتما كاينين تما غادي يديروا العرس والوجوه غادي يكونوا ديال سيدي عدي وديال الله الله بغينا اختي نمشيو لطنجه نبعدوا راسنا ما كاينش داك الشيء غادي السرده ديالنا في طنجه شغلكم هذا غندير واحد الحل شوف غنعملوا النشاط ديالنا واحد الحل مزيان طنجاوي يجيو لهنايا غنساليو ديالنا ماشي طنجاوا هادشي اللي قلت هادشي يجيو طنجاوا لهنا ماشي عندنا طنجاوا باقيهم صافي نجيبو لنا طنجاوا ها مرحبا طنجاوا غيطلعوا قلت لهم مرحبا على الشوف صافي حنايا ما نمشيوش بلا ما نديرو العرس بلادنا صافي صافي هذا نهضر قلت لك هذا قال لك سبع ايام تيديروا دابا غسيل الزرع بالصغاريط الاعلام بالصغاريط داكشي التقاليد العريس يركبوا فوق العود داكشي بكري تقاليد زوينه الصراحه العرس ماشي مهم يعني اهم حاجه هي هاد الماء وهاد الجماعه الزوينه اهم حاجه هو يكون التفاهم ومختصر انا بالعكس انا من الاشخاص اللي ضد العرس داك الشيء واحد اللي غيضيعوا في العرس يمشي يهز مرته ويمشي يدور به ويتسرى به ما بغاتش العرس غير حنا اللي تنقول لها ما هي قالت ما ديروش ايوا غير راسك أمين. Yeah.
نجي نعمل انا النشاط تما انا نجي مرحبا بك حنا اللي غنعملوا في طنجه طنجه انا نجي طنجه تقلع له واحد كنا مغاربة كلشي بحال بحال الحمد لله كلشي بحال بحال الحمد لله كنبغيو نحسو مع الجمهور وصافي الله يحيينا حتى ديك الوقت اسي الله يحيينا حتى ديك الوقت امين امين يا ربي امين هاسي الحسن وحفصة ان شاء الله ان شاء الله نديرو الحفصة شي عاسي يكون فاعل تارك ان شاء الله ايوا هادشي اللي تيسالو الناس ومن بعد العاس نمشيو لطنجة نمشيو لطنجة في بلاد النساء هذيك الساعة فيما عجبو الانسان يمشي يرتاح مع راسو ان شاء الله كرام الحباب ويجمعو الحباب ويجمعو الصحاب وكلشي غيكون ان شاء الله قريب مرحبا الا مشينا غنمشيو غير حنا شي حاجه قليله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب المهم هو العائله تكون مجموعه وكون متضامنين نديروا الفيديو هذا هو المهم وتحياتي للجمهور الكريم وبسلامة عليكم الى فيديو اخر وخلاص بالنسبه للمشاهدين فاش كانت مريضه وفاء راه كانت تيجي با محمد وام حليمه العائله كامله كانت كتجي كتطلع عليها في السبيطار غير ما كنتش كنكون انا باش نصور الاحداث الحمد لله يا رب السلام عليكم الله يعاونك.